مع بعض ونقول لك لما بتيجي تبني شبكه لان او لوكال اريا نتورك، انت اول لما بتفكر في مين؟ في السويتشات. تمام، بتفكر في الايه؟ في السويتشات. بس طبعا في البدايه احنا بنعتبر اللي انا قلت لك قبل كده اللي فيه مصطلح اسمه في لان، لو انت فاكر مصطلح الفي لان ده اللي هو كان بيعمل لك سيجمنتيشن او بيقسم الايه؟ اللان بتاعتك لاكثر من ايه؟ من لان. تمام، فاحنا دلوقتي بنتعامل مع الايه؟ مع السنجل سويتش دي نتورك، يعني بنعتبر ان كل الديفايسز دي كلها في ايه؟ في شبكه واحده. طيب لو انت ملاحظ هنا، لو انا جبت سويتش، تمام، السويتش ده سويتش ايه؟ ووصلت عليه هوست ايه؟ وهوست بي ومين؟ وهوست سي. طبعا زي ما انتم عارفين ان كل جهاز كمبيوتر بياخد اي بي وبيبقى عنده ماك ادرس. تمام، كل جهاز كمبيوتر واخد اي بي، طبعا الاي بي بتاعك هنا في الشبكه اللي هي كام؟ 10 1 1 0 سلاش كام؟ 24. ليه انا قلت كده؟ لان عندك الشبكه اهو الاي بي بتاعك 10 1 1 1 تمام، ده الاي بي العادي، وقال لي سلاش 24. سلاش 24 يعني الماسك 255 255 255 كام؟ 0. لو انا عملت اندنج ما بين الاي بي والماسك اعرف الشبكه، الشبكه هتكون 10 1 1 كام؟ 0. ده اللي احنا ايه كنا بنقوله في الايه؟ السلايدز الايه؟ اللي قبل دي. تمام كده؟ طيب يبقى انت الناس دي كلها هتاخد ايبيات في نفس الايه؟ في نفس الشبكه. يعني 10 1 1 2 10 1 1 ايه؟ 3. ازاي بقى السويتش بيبتدي اوبريت في الايه؟ في لاير 2، او هو شغال ازاي في لاير 2؟ احنا عارفين ان السويتش هو عباره عن لاير 2 ديفايس، يعني شغال في الداتا لينك. في الداتا لينك ايه؟ في الداتا لينك لاير، يعني ما بيفهمش الا المكان. يعني جهاز ايه لما يحتاج يكلم بيه هيوصل من خلال الايه؟ الماك ادرس بتاعه. طيب تعالوا نحكي مع بعض سيناريو. تعالى كده نقول سيناريو مع بعض. السيناريو ده بيقول ايه؟ هنفترض اللي فيه عندنا سويتش اهو، نفس السويتش، وعندك في ديفايس، الديفايس ده مثلا الماك ادرس بتاعه ايه؟ والراجل ده الماك ادرس بتاعه بي. الراجل ده الاي بي بتاعه مثلا 10 وده الاي بي بتاعه 20 مثلا، ده على سبيل الايه؟ على سبيل المثال. طيب ايه الفكره؟ قال لك الفكره هنا الراجل ده لما يجي يبتدي يجهز الايه؟ الداتا بتاعته، هيقول لك انا السورس ماك ادرس ايه؟ تمام؟ رايح لديستنيشن ماك ادرس ما اعرفش. لان ايه؟ لان انا ما اعرفش الايه؟ ده فور فيرست تايم، لاول مره، ما اعرفش الايه؟ الماك ادرس بتاعي. السورس اي بي 10، الديستنيشن اي بي 20. طيب لما يجي يبعت الرساله دي بيبعت ارب ريكويست. ارب ريكويست المفروض بتعمل ايه؟ الارب ريكويست بتبقى عباره عن برودكاست، تمام؟ بيبعت اذاعه بيقول لهم يا جماعه الاي بي بتاعه 20 يرد عليا بالماك ادرس بتاعه. وبالتالي لما الراجل ده بيبتدي يبعت الرساله دي بيبعتها بسورس ماك، والديستنيشن ماك ادرس ايه؟ بيبقى غير معلوم. وبالتالي لو انتم ملاحظين السويتش ده بيبقى البي سي ده واصل على مثلا انترفيس جيجا 0 على 0 على كام؟ على 1. والراجل ده مثلا على جيجا 0 على 0 على ايه؟ على 2. السويتش بيستغل الفرصه ويبتدي يتعلم الايه؟ الماكات ادرس، بيتعلم حاجه اسمها الايه؟ الماك ادرس، في حاجه اسمها الماك ادرس تيبل. تمام؟ بيبني او بيبيلد ماك ادرس تيبل، تمام؟ بيبتدي يحط فيه الانترفيس مع الايه؟ بيحط فيه الماك ادرس مع مين؟ مع الانترفيس. الماك ادرس مع مين؟ مع الانترفيس بتاعه. فيقول لك ايه؟ اول لما بيبعت الارب ريكويست، بيبعت الارب ريكويست من خلال السورس ماك ادرس اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ايه؟ يبقى السورس ماك ادرس بتاع هنا مين؟ السورس ماك ادرس بتاع ايه؟ فالسويتش بتاعك يستغل الايه؟ يستغل الفرصه دي ويبتدي يتعلم من بيزد على مين؟ بيزد على السورس ماك ادرس. يعني اول لما الراجل ده يبعت الرساله زي ما انت عارف كده، انا فلان رايح لكل الناس اللي على الشبكه ببعت ارب ريكويست، فيبتدي السويتش يستغل الفرصه ويعرف ان الايه؟ الماك ادرس اللي هو ايه؟ موجود على انترفيس جيجا 0 على 0 على كام؟ على 1. تمام؟ بيبتدي يتعلم الايه؟ المعلومه دي. وبالتالي هنا اول لما يوصل للسويتش المعلومه دي بيبتدي يحطها في الايه؟ في الماك ادرس تيبل. بعد كده الرساله بتروح لمين؟ بتوصل لبي. بيبتدي بي يستقبلها ويبتدي يرد على الارب ايه؟ ارب ريبلاي. بيعمل ارب ريبلاي يقول انا بي، تمام؟ رايح لمين؟ رايح لايه؟ تمام؟ بعد كده انا الاي بي بتاعي 20 رايح لاي بي كام؟ اي بي 10. بعد كده بنفس الطريقه السويتش بيستغل ان الراجل ده بيبعت رساله لاول مره من ايه؟ من الانترفيس ده، ويبتدي يتعلم ان بي واصل على جيجا 0 على 0 على كام؟ على 2.
واصل على جيجا زيرو على زيرو على كام؟ على اذنك. يبقى ده حته الايه؟ السويتش اوبريشن. يبقى السويتش عندك بيبتدي يتعلم، تمام؟ اول حاجه بيبتدي السويتش اللي انتم شايفينه، اول حاجه الراجل ده ما يعرفش الديستنيشن ماك ادرس، وبالتالي بيبتدي يبعت ارب ريكويست. فاول لما السويتش ده يبتدي يجي له الديستنيشن، لان انت هتعرف بعد كده السويتش بيفورورد الداتا بتاعته بيزد على الديستنيشن ماك ادرس. يعني لو في ديستنيشن ماك ادرس تمام في الرساله بتاعتي، بيبتدي السويتش يفورورد بيزد على الديستنيشن ماك ادرس، وبيبص على الماك ادرس ايه تيبل علشان يقدر يعمل ايه فورورد. فاول لما الرساله دي بتجي له اللي هي بتاعت الارب ريكويست، بيبتدي ما يلاقيش ديستنيشن ماك ادرس. فايه اللي بيحصل؟ فبيبتدي الراجل ده يتعلم مين؟ يتعلم بيزد على السورس. يبقى الراجل ده بيتعلم بيزد على مين؟ على السورس. فبيجي له رساله، الرساله دي ما فيش فيها ديستنيشن ماك ادرس، فبيبتدي يتخض. السويتش اتخض فبدا يعمل ايه؟ فلاد. الفلضايه دي اول لما بيتخض ويبتدي يفلض، الفلضايه دي احنا بنقول عليها اللي هي بتاعت الايه؟ الارب ريكويست، اللي هو بيبتدي يبعت برودكاست. البرودكاست اللي بيبقى على مستوى الايه؟ كل الايه؟ الديفايسز اللي موجودين على الايه؟ على الشبكه بتاعته. تمام؟ بدا يتخض فبدا ايه؟ يفلض. وفي الخضه بتاعته دي بدا يتعلم ان الماك ادرس اللي هو ايه؟ موجود على جيجا 0 على 0 على 1. تمام؟ بعد ما بدا يفلض، الرساله وصلت لمين؟ لكل الناس اللي موجودين على السويتش. راحت لمين؟ راحت لبيه. تمام؟ بعد ما بي استقبل الايه؟ الرساله، قال لك ايه؟ انا الديستنيشن اللي انت عاوزه. طب خد الارب ايه؟ خد الارب ريبلاي. يقول لك انا بي تمام؟ ورايح لايه؟ السورس اي بي بتاعي 20 والديستنيشن بتاعي كام؟ الديستنيشن بتاعي 10. يبتدي السويتش يستغل الفرصه ويبتدي يتعلم مين؟ يبتدي يتعلم اللي بي الماك ادرس بي واصل على جيجا 0 على 0 على كام؟ على 2 بالنسبه لي. يبقى كده السويتش اول حاجه بدا ايه؟ يليرن، بدا يتعلم. وبعد ما عمل ليرن بيزد على السورس ماك ادرس، يبقى السويتش بيليرن بيزد على مين؟ على السورس ماك ادرس، وبيفورورد. بعد كده بيبتدي يعمل فورورد بيزد على الديستنيشن ماك ادرس. ليه؟ لان بعد كده لما ايه يجي يبعت لبي المره الثانيه بقى، اللي هو ثاني مره اللي هو عارف الماك ادرس، هيبتدي يبص يقول لك انت رايح فين؟ انا رايح لبي. ابص على الماك ادرس تيبل، بي موجوده فين؟ قال لك ايوه بي موجود. اروح فين؟ قال لك روح من خلال جيجا 0 على 0 على كام؟ على 2. فيبتدي فورورد المسج على جيجا 0 على 0 على كام؟ على 2. طيب ثالث اوبريشن بيعملها اللي هو عباره عن اللوب افويدنس، وهنعرفها ان شاء الله في بروتوكول الاس تي بي اللي هو عباره عن السبانينج تري بروتوكول. تمام؟ يا اما هنشتغلها ان شاء الله مع بعض النهارده، يا اما ان شاء الله في السيشن الايه؟ اللي جاي باذن الله. تعال بص معايا اهو، نفس القصه اللي احنا قلناها بس بنشرحها. بوست ايه؟ حابب يبعت لاول مره، تمام؟ فالرساله بتروح فين؟ بتروح على جيجا 0 على 0 على كام؟ طبعا باي ديفولت الماك ادرس تيبل فاضي، مفيش ايه؟ ما اتعلمش اي حاجه، تمام؟ لسه ايه؟ لسه ما اتعلمش. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ الراجل ده بيبعت ارب ريكويست، تمام؟ ليه؟ لان ما يعرفش الديستنيشن، فيبتدي يبعت ايه؟ يبعت له ارب ريكويست. الارب ريكويست ده بيكون عباره عن ايه؟ عن برودكاست. بيستغل السويتش الفرصه ويبتدي يتعلم الماك ادرس اللي هو ايه؟ اللي هو ايه ايه؟ اللي هو واصل على كام؟ واصل على جيجا 0 على 0 على كام؟ على 1. ده الفرصه اللي هو ايه؟ بيستغلها. بعد كده بيروح الكلام ده ايه؟ برودكاست لايه؟ لباقي الناس. بيبتدي الراجل يرد عليه بالارب ايه؟ بالارب ريبلاي. اه لما رد عليه بالارب ريبلاي بدا السويتش بتاعك يستغل الايه؟ الفرصه، وبدا يتعلم الايه؟ ان الماك ادرس اللي هو سي سي تمام واصل على جيجا 0 على 0 على كام؟ على 3. وبكده السويتش بتاعك اتعلم الايه؟ الماك ادرس بتاع هوست ايه؟ وهوست مين؟ وهوست سي. طيب بنفس الكلام لو هوست بي حابب يتكلم، هيبتدي السويتش برضه يتعلم الايه؟ الماك ادرس بتاعه ويحطه في الماك ادرس ايه؟ في الماك ادرس تيبل. تمام كده؟ يبقى ده حته السويتش ايه؟ اوبريشن، اللي هو السويتش بتاعك بيتعلم ازاي. تمام؟ السويتش بتاعك بيتعلم ازاي. تعالى معانا كده سويتش ايه زي ما انت شايف. تمام؟ هنا بيقول لك اللي عندك بيزك كونفيجريشن بالنسبه للسويتش، الراجل ده اللي هو هوست ايه؟ الهوست ايه زي ما احنا اتفقنا مع بعض اللي فيه حاجه اسمها الدوبلكس من المره اللي فاتت. الدوبلكس اللي هو عباره عن الترانسميشن بتاعك، يا اما بيكون هاف دوبلكس يا اما بيكون فول دوبلكس. احنا قلنا السويتش بيشتغل فول دوبلكس، يعني يقدر يسنده ايه؟ ويريسيف ات ذا سيم تايم. فانت هنا بتدخل على الانترفيس بتاعك في الانترفيس فيو،
وتبتدي تقول له الدوبلكس فول. الدوبلكس فول يعني الراجل ده اشتغل ايه فول دوبلكس، وبتمنع النيجوشيشن. تمام، بتمنع النيجوشيشن يكون اوتو. ليه بقى؟ لان قال لك ساعات النيجوشيشن بيكون اوتو بيعمل معاك مشكله في حته السبيد او الايه او الدوبلكس، لان سرعه الكابل هنا مثلا جيجا، تمام، وسرعه الانترفيس هنا مثلا كام؟ هنا مثلا اللي هي 100 ميجا. فساعات بيحصل مشكله اثناء النيجوشيشن، فانت هنا ممكن تمنع النيجوشيشن معاه بحيث ان انت ايه؟ بحيث ان انت تدي له البارامترز بتاعته مانيوالي، تقول له الدوبلكس اوتو والايه والسبيد 100، بحيث ان انت تقلب الايه؟ تقلب الكارت ده بدل ما كان جيجا يبقى ايه؟ عباره عن ايه؟ عن 100 ميجا. قال لك بعد كده لو عاوز تتاكد من الكلام ده كله هتبتدي تكتب الامر اللي اسمه ديسبلاي انترفيس جيجا 0 على 0 على كام على 1. يبقى انت هتعرف بعد كده عشان تعمل فيريفيكيشن لاي حاجه انت عملتها في الكونفيجريشن محتاج تستخدم الكوماند اللي اسمه ديسبلاي. هنا هتستخدم تقول ديسبلاي انترفيس جيجا 0 على 0 على 1 عشان تتاكد من البارامترز بتاعت جيجا 0 على 0 على 1. هتبقى النيجوشيشن ديسيبل والسبيد 100 والدوبلكس كام؟ والدوبلكس فول. بعد كده هنا هنسال نفسنا السؤال برضه المعتاد بتاع كل ايه؟ كل برزنتيشن. بيقول لك if a switch record a source MAC address of host device on port interface and physical connection of the host is then changed to another port. تمام؟ يعني لو انت غيرت الايه؟ يعني على سبيل المثال بيقول لك ايه؟ انا واصل هنا اهو في عندي سويتش واصل مثلا هنا هوست ايه مثلا على جيجا 0 على 0 على 1، وبعد كده جيت غيرت وصلت البي سي ده على كام؟ اهو نقلته من جيجا 0 على 0 على 1 على 0 على 0 على 2، ايه اللي هيحصل؟ لو نقلته حد يعرف يقول لي ايه اللي هيحصل؟